في هذا الوقت خلينا نسمع ما يسمى بوزير الصحة وش يقول. السلالة هذه دلتا هذه أول ما وين اكتشفت في الهند وشفتوا في الهند 400,000 شخص مصابون كل يوم وربع آلاف يتوفوا كل يوم. إذن المشكل كبير في هذه السلالة. فاجأتنا في وقت ضيق حتى وكنا ننتظر في الموجة الثالثة ونظم روحنا ننظم نفسنا لأن راهم حاليا في العالم راهم في الموجة الرابعة ولماذا لا نجهل كل شيء بالنسبة لهذا الفيروس. إذا السلالة هذه فاجأتنا لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله كما قلت ما نشوفوش إلى شجرة اللي تهدمت وطاحت نشوفوا الغابة اللي راهي طالعة نشوفوا العمل اللي راهي هذا المجتمع المدني إخواننا في الخارج بعض الدول الشقيقة شيء خلينا نعلق عليه شوية إذا سمحتوا لي لأنه أولا يقول الشيء وضده في نفس الوقت يعني كي تسمعوا شيء يتكلم هذا الشخص يقول الحاجة وما يعاكسها يقول الشيء وضده في نفس الوقت قال لك هذا فاجئنا وشفتوا وش وقع في الهند. طيب مدام شفنا وش وقع في الهند اللي وقع في الهند عنده 3 شهور 4 شهور أقل شيء يعني معناها عدة أشهر معناها موش مفاجئ. إذا رك تقارن بالهند قال لك فيها 400,000 كانوا يصابوا يوميا بهذا الفاريون كما يسموه هذا المتغير المتحور والجزائر طيب ل 400,000 لأن الهند أكثر من 30 مرة عدد سكان الجزائر. الهند سكانها في حدود 1,200,000 إلى 1,250,000 حسب المصادر 1,250,000,000 1,200,000 ما بين 1,200,000 و 1,250,000,000 إنسان بمعنى أن عدد السكان 30 مرة أكثر. إذا كانت الإصابات 400,000 نقسموا على 30 باش نجد النسبة نتاع الجزائر 30 ولما نقسموا على 30 نجد النسبة هي بضعة آلاف ليس أكثر يعني. ثم أصلا لما ظهرت في الهند وش كنتم تديروا؟ مش كنت أنت تقول يا من الناس اللي يعرفوك شخصيا يا بن بوزيد يعرفوك بأنك كنت تسرق لبروتيز من بن عكنون. بكل أسف أقول هذا الكلام لأن هذه عصابة سراق تاع لصوص ليس أكثر. مش أنت كنت تقول بأننا مسيطرين على الوضع؟ مش بوتبون كان يقول بلي رانا مسيطرين على الوضع وبلي عندنا الإمكانيات وعندنا 1,000,000,000 نقدروا نخرجوه وما عندناش نقص وإحنا مسيطرين وإحنا عندنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا؟ مش هذا الكلام كان يخرج من عندكم. وبعدين يقول لك الآن الحمد لله والتعاون تاع المجتمع المدني والجالية في الخارج. الجالية في الخارج هذه مش كنتم شيطنينها؟ مش منعتوا عليها الدخول لبلاد أكثر من 15 شهر؟ مش لما فتحتوا الدخول لبلاد درتوا لهم شروط انتع الحجر وانتع البي وانتع الوتال وانتع مانيش عارف بينما الحجر ما ينطبقش على الدبلوماسيين وعلى الأجانب دبلوماسيين جزائريين وعلى الأجانب ما ينطبقش عليهم الحظر أو الحجر بينما ينطبق على الناس العاديين والدخول تاع الناس العاديين بالجرام درتوا في الغالب 6 أو 7 فول في الأسبوع بينما هناك مئات الآلاف اللي ينتظروا باش يدخلوا مئات الآلاف اللي هما في حاجة للدخول وربما عشرات الآلاف منهم في حاجة ضرورية قصوى للدخول وعذبتهم عذاب شديد والناس تشري في تيكيات بأسعار مرتفعة وتطابع في مارساي وفي باريس وفي اسطنبول وفي برشلونة ومانيش عارف وين. ألم يحدث هذا؟ مش هناك شيطنة حقيقية للجالية في الخارج لأن الجالية جزء منها على الأقل وقف مع الحراك وقف مع الشعب الجزائري يعني. الآن تقول مع ذلك ما زالت الجالية مشيطنة ومع ذلك تريدون الاستيلاء عن طريق ما يسمى بالقنصليات والسفارات على تبرعات الجزائريين ومع ذلك ما زلتوا دايرين الصعوبات والإعاقات باش تدخل السلع خاصة الضرورية مثل المكثفات ومثل بعض الأدوية ومثل ما زلتوا تعذبوا في الجزائريين. مش كنتوا تقولوا باللي احنا خايفين لجينا الكورونا مع الجزائريين اللي يجوا من الخارج؟ طيب ما جاتكمش الكورونا من الجزائريين اللي يجوا من الخارج في الفترة الأخيرة
هاي جات من داخل. منين جاء هذا المتحور الهندي؟ طيب لما كان مركزه هو الهند وما يسموه المتحور دلتا، يعني لما كان المتحور هذا دلتا وكان المركز تاعو الهند او بريطانيا، لماذا لم يتم المنع مطلق لاي واحد يجي من الهند؟ لماذا كملتوا تجيبوا في العمال الهنود والعمال الصينيين وغيرهم في الوقت اللي كان فيه الكورونا شعل في الصين؟ كنتوا تجيبوا في العمال الصينيين وبقيتوا تجيبوا فيهم وما زلتوا تجيبوا فيهم، والمسؤولين الصينيين وغير والجزائريين ايضا اللي في الصين. اذا في الحقيقه انتم متسببين مش فقط بالاداره الاجراميه والخاطئه، ولكن ايضا بقرارات متناقضه وخطابات متناقضه. مش درتوا الانتخابات وكانت الحمله الانتخابيه وكانت الاعراس الانتخابيه كما تسموها للشعب صفعكم فيها صفعه غير مسبوقه، لكن الافلان والارندي وبن جرينا وما نعرف شكون كانوا يجمعوا بضع مئات تاع فرامجيه وكاشيريست، كانوا يجمعوهم وكنتوا تجمعوهم وكان اللي كنتوا تفرضوا عليهم باش يحضروا في القاعات. لماذا ما فكرتوش الان؟ راهم يتكلموا على الانتخابات البلديه والمحليه. هل هناك عاقل داخل هذه العصابه بقيت له ذره عقل في الوقت اللي مش فقط خذوا طريحه حقيقيه في الانتخابات الماضيه والشعب صفعهم صفعه غير مسبوقه، في الوقت اللي يموتوا فيه الناس بشكل غير مسبوق واللي الانهيار وصل الى ادنى شيء وهو الاكسجين، خلاف الماء وخلاف الفرينه وخلاف اشياء اخرى، في هذا الوقت يتكلموا على الانتخابات البلديه اللي همهم هي الصوره فقط اللي قدموها لاسيادهم في الخارج، سبونسرز تاعهم اللي في الخارج باش يستمر الدعم لهذه العصابات فقط، هذا وش يهم؟ جعلوا من الانتخابات وكأنهم هم أرباب الانتخابات والحرية والديمقراطية والاختيار، ما هو كلها معروف باللي اللي تجيبوهم هم المرتزقة نتاعكم والمفسدين والفاسدين باش تظلوا تستمروا وتستمر الجزائر في الفشل وفي الرداء وفي الضياع. أليس هذا منطقي؟ ما زلتوا تحدثوا على الانتخابات؟ صراحة المفروض اللي يتحدث على الانتخابات الشعب هذا يمسح به الأرض، لأن أنتم ماهوش قصدكم الانتخابات، أنتم قصدكم التزوير وقصدكم إعطاء صورة كاذبة مثل الصورة اللي ديتوها لما خذيتوا الأكسجين لتونس، الشعب يموت نقص الأكسجين وأنتم على أساس ديتوه لتونس، هي صورة كاذبة. والكهرباء ليبيا والشعب كثير من الناس في المناطق المحاذية إلى ليبيا ما عندهاش الكهرباء، بل في العاصمة تنقطع الكهرباء وفي مدن كبيرة وفي مدن صغيرة، وعلى أساس تدوا في سيارات النقل والمرسيدس اللي على أساس أنكم تركبوا فيها في الجزائر إلى مالي والنيجر وديتوا معهم حتى الزيت في الوقت اللي كان الشعب يدابز على الزيت في رمضان وقبل رمضان قليلا وبعد رمضان، وسيارات النقل في الوقت اللي أغلبية الجزائريين وأبنائهم خاصة نتاع القرى ونتاع المدن الصغيرة ما عندهمش نقل مدرسي، لكن فقط باش تعطوا صورة كاذبة على أننا حاجة كبيرة وضخمة وأنتم الفساد العارم، وأصبح مزعج لكم ما ينشره بعض الأحرار من جزائريات وجزائريين، وأصبح مزعج جدا لأنكم تريدون أن تظل ما زلتوا ماشيين بالسوفت وير تاع التسعينات في الوقت اللي كنتوا أوي كلو مغلق تقتلوا في الجزائريين بس ما يسمى الإرهاب، لكن كانت مغلق وراكم تظنوا مازال تمشوا بسوفت وير قديم، احيانا بسوفت وير تاع السبعينات واحيانا تاع الثمانينات واحيانا تاع التسعينات، ما دخلتوش حتى للقرن 21، حتى لبدايه القرن 21 اللي ما كانش فيها سمارت فون مازال ما وصلتولهاش في تفكيركم في عقلياتكم الجاهله المتخلفه، اضافه الى انها اجراميه وخائنه. هذا الوزير هذا مازال وزير؟ هذا لا يصلح رئيس مكتب في وزارة الصحة، مش مدير أو مدير عام أو مدير مستشفى، لا يصلح مدير مكتب أو رئيس مصلحة في آخر مستشفى هذا.
كثيرين تاع رؤساء مصالح في مستشفيات أصلح منه وأعقل منه. هذا يقول أشياء متناقضة والمتصارعة والمتخلفة ومازال